كنديروا الكفته مثلا ولا الكوتليت ولا القطبان ديال اللاد. هنا مناسبه اخويا الطاجين 80 درهم بحال هكا. 80 درهم بحال بحال كلشي كمان واحد اللي كاينه. طرف زيدان، كريستيانو رونالدو، غاريث بيل وسيرجيو راموس. اخوان السلام عليكم. الفلوق ديالنا اليوم كما تشوفوا شلالات اوزود العالميه. صراحه مكان زوين رغم قله المياه، ولكن المنظر خلاب صراحه، مناظر زوينه بزاف. بالنسبه لغنقول الناس اللي بغى يمشيو ليها مرحبا، يعني فيها ميتشاف، كاين القروضه، كاين اللي بغى يهبط، كاين دوك الشلالات ديال هاواي بالنسبه اللي كاينين لتحت. وبالنسبة للمبيت راه كاين ثمن مناسب، يعني راه من 100 درهم ممكن تبات انت والوليدات ديالك على حساب الجيب. من 100 درهم وهي طالعة حتى 200 درهم، حتى 300 درهم، حتى 400 درهم. بالنسبة اللي غنصح الإخوان اللي بغا يمشيو، بالنسبة للباركين، الباركين راه بالمجان، يعني كفين ما تشوف شي تروطوار مسبوغ بالخضر والبيض، عرفوا راه بالمجان. بالنسبة للباركينات اللي فيها خاص، اللي كتكون بعض المرات مكتوبة 10 دراهم ولا مضروبة عليها، الإخوان كل يتوا على راسه، لأن هذاك راه ملك خاص ديال شي ناس تما. ملك خاص يعني تتوا على راسك، ماشي تحط طوموبيل وتبقى حتى الأخر، ممكن يقول لك أكثر من 10 دراهم. المهم أنا أنصحتكم بالنسبة للإخوان اللي بغى يمشي تتوا على راسه بشحال غادي يحط طوموبيل، واش 10 دراهم ولا اكثر ولا اقل. اخوان سمحوني الا عطلنا عليكم الفيديو، راكم عارفين شهر 8. الاخوان ديروا لنا شي تعليق وشي لايك، وتنوعدكم الفيديو الى وصل 61000 مشاهده وواحد 3000 لايك، راه غادي نديروا بلايص اخرى جديده ان شاء الله. واللي كيعرف شي بلاصه ما عليه الا يكتبها لنا في الكومونتير، ولا يتواصل معنا عن طريق الصفحه ديال الفيسبوك ولا عن طريق اليوتيوب، وحنا غادي نمشيو ليها ومرحبا. صراحه واحد الفضاءات بعد اول حاجه بدينا بها، دخلنا لهذا الفضاء هذا، فطرنا فيه صراحه اثمنه جد جد مناسبه، وعندهم المسمن، يعني تحطوا لكم مسمن، اتاي، املو، الشوكولات، الفرماج، صراحه هادشي كامل ثمن زوين. تقريبا ما فتش فيه، تقريبا اللي خلصت شي 40 درهم ولا ما عاد 45 درهم. صراحة تمن مزيان، فطور مليح مع العائلة. يلا نخليكم مع الفيديو بلا ما نطول عليكم، وشكرا. سرع Thank you.
أو شو زمان عندك السلام عليكم. مرحبا بكم سيدي، مرحبا بكم. عندنا خوزوط، هنا منطقه سياحيه فيها ما يكشف تبارك الله. كاين هنا الشلال وكاينين المغارات لتحت جهه هواي وكاينين المنابيع تبارك الله، كاين ما يكشف. مرحبا بكم. وكاين الزاويه تاعنا غملتها هي واحد الطورات القديمه، مرحبا بكم. كاينين الناس اللي كيمشيو ليها، كاينه الطريق دايره من سميتو من هنايا بيست، وكاينه الطريق على سميتو ديال كيمشيو على رجليهم، وكاين ما يتشاف. مرحبا بكم. وحنا هادشي باش معروفه اوزوط، معروفه بالمناطق
خلابه ومن مناطق مناظر زوينه معروفه بهذا الشيء ديال الشوب ديال اتاي. كنديروا حنا التخليطات ديال اتاي، خليطه جباليه ومزيانه كنعمروا بها اتاي، مزيانه المعده المصرى اللي غاز ديال المصرى البرد، وكنديروا اتاي ديالها. ها هو اللي بغى شي حاجه كيدوق منها، اللي ما بغاش اللي بغى غير العشوب راه كيدي غير العشوب، ما كيدوقش كاع اتاي. اللي بغى يدوق اتاي راه كيدوقو، اللي ما بغاش راه ما غاديش يدوق. التخليطه دايره 10 دراهم الباكيه، وكل حاجه في العشوب 5 دراهم. هادشي حنا كنديروه هنا باروك، يديوه الزوار وصافي. مرحبا بكم عندنا. كاين اقبال هنا السياحه؟ الحمد لله، اللهم لك الحمد. حنا غاديين مع الوقت، مره هوك مره هوك، وحنا كنجريو على ولادنا بهادشي الحمد لله. الله يبارك، بارك الله فيك. مرحبا بكم اسيدي، مرحبا. خاص يكون اللحم ياكل اللحم الدجاج. عندي الخضرة سميتو. ها هو المعلم. مرحبا. ايوا السلام عليكم. السلام ورحمة الله خويا. بخير. مقهى أمازيغ. مقهى أمازيغ. شحال دايرة الأثمنة دابا؟ الأثمنة مناسبة خويا، الطاجين 80 درهم بحال هكا. 80 درهم. بحال بحال كلشي. كلشي ثمن واحد اللي كاين. معزي غالي. لا كنديروا البكريك، كنديروا الدجاج، كنديروا الغلمي. شنو الحوايج اللي قالك ديروا هنا في الطياب من غير الطواجن؟ كنديروا الكفته مثلا، ولا الكوتليت، ولا القطبان ديال لدن مع لي سالاد والفريت ايوا راه هادشي اللي معروف بالبلاد، معروفه في الطاجين بحال هكا، طاجين امازيغي. حتى المطعم عندكم كيطلع على الشلال؟ اي كيطلع على الشلال. مقهى امازيغ. لا لا منظر الجميل هنا فين تيجلسوا الناس وبروما الضرق. يلا هلينا ندو غلي. هذا مثلا الدجاج كنزيدوا معاه الفريت. الدجاج كنزيد هذا 80 درهم، نفس الثمن اللي كاين. نفس الثمن بحال بحال، واخا مولود واخا نفس الثمن. الماكلة ثمن مناسب. ها هو مطعم أمازيغ. كلشي على لاتيراس اخرى كاينه هنايا قبل ما نسمع الشلال. كاينين اربعه د لاتيراسات اللي كاينين. ٣٠ درهم هاد الصغار باش فيهم الدجاج؟ لا فيهم اللحم البكري. اللحم. وبالنسبة لهذا؟ بالنسبة لهذا الكبار 80 درهم. 80 درهم. كاين هذوك الكبار 80 درهم. هذوك هما 80 درهم، هما لحم النيت ولا الدجاج؟ لحم. لحم اخويا بكري. لحم بكري. نص كيلو شحال فيه؟ نص كيلو تقريبا. نص كيلو. وهذو ديال الدجاج. يعني الخير موجود تبارك الله. 10 درهم. الله يحفظك. سميت المطعم ديالكم؟ سميت المطعم؟ مقهى الربيع. مقهى الربيع. مرحبا بالناس عند مقهى الربيع. مرحبا بكم. الله يحفظك. هما هذو اللي قلتي لي، هاد الكبير هذا؟ هذا شحال؟ هذا 80 درهم. 80 درهم. بكري نص كيلو؟ نص كيلو ديال نص كيلو. هادو الصغار ياك؟ هادو مويان. هذا البكري 70 درهم. 70 درهم. صراحة البنة راه خارجة. بلا خضرة هذا بالزيتون. هذا شحال؟ حتى هو 80 درهم. 80 درهم. اش كديروا على الطواجن ولا شي حاجة أخرى؟ كديروا الطواجن، كديروا سالاد ماروكان والفريت. يعني كل شيء؟ كل شيء.
كيف الفطو يقول فنيلة. Thank you.
المهم حنا اول مره كنجيو للاوزود، هذه اول مره، وصراحه عجبني هذا الشيء، عجبتنا الصناعه التقليديه هنايا، جبت البنيه عند هذا السيد هذا الله يجازيه، معامله زوينه، كيتعامل مزيان، كل شيء زوين. وكنصح اي واحد جا لهنا، جا لشلالات اوزود، يجي عند السي حسن، راه لا المعامله ولا كل شيء، تبارك الله، وكل شيء زوين. يعني كتكريوها وتهبطوا بها؟ اه كتكريها وكيلبسها هو، كيقاد لها هاد الاكسسوارات واللباس وكل شيء، وكينعت لك هو فين تقدر تمشي تصور، فين تقدر تمشي، والبوزيسيونات اللي غادي تشاد، والطريقه كيفاش تصور وداك الشيء، وصافي وكت. السلام عليكم، مرحبا بكم الناس اللي جايين هنا لاوزوز اللي بغا يتصور ولا شي حاجه. احنا كنكريو هاد اللبسات هادو التقليديين، الناس اللي جايين من المغرب كامل، الجاليه وسميتو، كيتصوروا بهم. شحال كتحسبوا لهم الثمن بالنسبه للثمن؟ الثمن مناسب. جاو حناك ما كنشرطوش، اللي بغى شي حاجه يعطيها، مو كديروا 20 درهم 30 درهم تقريبا، اللي بغى يتصور مرحبا به. يعني كديروا حتى البيع ماشي حتى الكرا؟ حتى البيع، اللي بغى يشري مثلا كنبيعوا له. كي دايره بالنسبه للسياحه هذا العام هنايا؟ شويه، المهم راه غادا فتح السوق ان شاء الله مزيان هذا العام، ان شاء الله اسمح لي من هذه العوام اللي فاتوا. واش راجع هذه قله المياه هي اللي قلت شويه ولا اشنو الظروف؟ كاين حتى قله الجفاف كاين هذا العام، سميتو ما كاينش الماء بزاف، ما كاينش الشتاء، هذاك الشيء اللي ما خلاش بنادم يجي بزاف. منسوك واحد السؤال، دابا انت منطقه هنا وعارف كما تنجيو كانت يكونوا القروض قلال، هاد العام ولاو خرجوا بكثره، ولاو دابا ولفوا الطبيعه ديال الناس، ولاو عندهم واحد العاده، صافي ولفوا الناس، كيعطوهم الماكله، يعطوهم كاوكاو، يعطوهم اسمي صافي. وني بك وني بك. Thank you.
السلام ورحمة الله. بخير أسيدي. هذيك الحنة ديال المراز. ديال المراز. مدقوقة بالمراز. هادو العشوب ديال أتاي. فيه إرقل دروز عطار زعيطرة البابونج. شي حاجة مزيانة كمون صوفي. تخليطة. هذا الزعتر. المهم حنا كذاك الشيء اللي بغيتي كنعبروا 10 درهم هذاك 10 درهم 160 150 140 16 كل واحد على الاستطاعة ديالو مزيان الدواء ديال الكرش شي حاجة مزيانة الكرش اي غير امور عيانة الامور كاينة السياحة عيانة الوقت هذا العام هذا عيانة الوقت للدرجة عيانة الوقت بزاف السبب ما نعرف شنو واش هادشي ديال سميتو الجفافات ولا ما عرفتش شنو هادشي المهم راه القضيه عيانه كتكون وزود عامره شهر 7 8 كتخدم الناس كلشي خدام كلشي بخير وعلى خير هذا العام عيان الحال ما كاينش هذاك الشيء اللي كاين اخويا تجي مزيان الحنة ديال المهنة كتجي الحنة مزيان احسن من الماكن احسن من الماكينة ولا المونينكس هذا المهرة الزوين يدكها مزيان كتنيل تيكون شوية اقبال على هاد الحنة هادي اي شوية كيبغي واحد انت تكون ديال اليد الصناعة التقليدية الصناعة التقليدية كلشي كاين غير الاقبال ما كاين شي ضعيف شوية ضعيف حتى الدرجة هذاك الشيء اللي كديروا التخطيط بحال هكا اي حاجه فوق العود فوق هاي فوق العود فوق كلشي يكون شوية إقبال من عند السياح السياحة الداخلية ولا الخارجية السياحة الداخلية شوية شوية المهم شهر 7 شوية المهم تحركنا واحد 12 مورا العيد وما حنا كنتمناو الخير إن شاء الله مازال شهر 8 يلاه يكون الخير إن شاء الله سلام هذا دابا شحال فيه؟ فيه الدجاج هذا الدجاج يعني شحال كيتحسب هنا؟ هنا؟ كيتحسب شي 3400 3400 هذا الفرش دابا الاثمنة مفوتة هنايا ماشي بحال بحال كلها كلها كيخرج كومبلي هذا بالشلايط كلشي كلشي يعني كومبلي السلام عليكم اخوان هذا طاجين تيحسبوه هنايا ب 70 درهم
فيه الدجاج، دينا فيه الدجاج هو اللي كان بقى في هاد الصغار مع المويان. أو سبع تقريبا مع هاد شلاضة ماروكان. يلا مرحبا بكم. السلام عليكم، معكم رضوان منير صاحب مطعم شلالات اوزوت، مرحبا بكم. الله يحفظك. ممكن تهضرنا شويه على هذا التوني ديال هذا التوني؟ هذا موقع من طرف زيدان كريستيانو رونالدو، غاريت بيل وسيرجيو راموس. هذا واحد الصديق صحفي هو اللي اعطاه اللعابه في الفيستير وقعوه وجابوا ليا. وهذا اللاعب هذا غوتي، تعرفوا الكل غوتي هرنانديز، تغدى عندنا هنايا. هنا اي واحد مثلا كيتغدى عندك معاه تصاور كاع ديال؟ لا ماشي كلشي، ماشي هادو ماشي دي كليون، هادو دي غيد، هادو دي غيد اترونجي و تيجيبو دي جروب. وجات هاد الفكره ان تنديروا التصاور ديالهم، تنتصور معاهم وتندير التصاور ديالهم، وملي تيجيو هما تيعجبهم، ملي تيجيو لي جروب وتيشوفوا التصاور ديال لي غيد ديالهم تعرفوهم انهم دايزين من هذه المنطقه وعارفين، ماشي زعما جديد ولا شي حاجه، عارفين و تيثقوا فيهم كما تيقولوا. فهاد الشيء علاش هذا هو المغزى من هذه التصاور. هذو مرحبا. ها هما اللي كتقدموا بها في المطعم ديالكم؟ كنقدموا طواجن ديال الدجاج، ديال اللحم، ديال الغنمي معزيب كري مع البصله والبرقوق ولا مع الخضره. كاين سكسو، حنا يوميا تنديروا سكسو، ماشي زعما نهار الجمعه، لا يوميا تنديروا سكسو. وكاين البروشيت ديال الدجاج ولا اللحم مع الفريت، وكاين الشليضات، كاين كلشي. وحنا عندنا هنا كلشي تيتصاوب في الدار، العيالات هما اللي تيصاوبوا كلشي، عيالات كبارات هما اللي تيصاوبوا كلشي للمطعم، لي سالاد كلشي داكشي تيتصاوب. وداكشي ديال اجور، كل نهار تتصاوب حاجه جديده، ما كايناش شي حاجه قديمه ولا سميتو، اللي شاطط صافي ما تبقاش للغد. دايرين هاد البريميزاتور ما كاينه البومبا اللي تطلق هاد الماء هذا باش الناس يتبردوا حين الصيف، تتكون الحراره عندنا شويه هنايا زايده حين جينا في هاد المنطقه، جات في حفره شلالات اوزوت، جينا في واحد الحفره دايرين بين الجبال وتتكون سخونه بزاف. اليوم راه شويه مبرد، وما نورمالمون راه تيكون اكثر من هكا بحال البارح والبارح، راه تتكون درجه الحراره طالعه شويه، وكليان ملي تيطلعوا الدروج ملي تيطلع 700 درجه وفي هذيك الحراره خاصو ضروري شي حاجه اللي تبردوا. يا سلام. بحال دابا التوجنا شحال دايرين الثمن ديالهم؟ كل واحد كاينين هادو راه تيديروا ما بين 70 80 درهم، هادو 40 درهم، كاين الكبار كاين ديال 90، كاين ديال 100 درهم. دابا قبل كانوا قل، ولكن راه كلشي تزاد. طبيعي شحال؟ كاع المواد الاساسيه تزادوا، من اللحم اللي كانت تدير 60 درهم ولا تدير 80 90 درهم، كلشي ولا تزاد. داكشي علاش السميه ديال المحل؟ هذا هو السميه ديال المطعم. السميه ديالو هذيك هي السميه ديالو، شي منير، عند منير. وهنايا حنا رقم واحد في تريب ادفايزر وفي جوجل، في المواقع التواصل الاجتماعي جوجل وفي تريب ادفايزر. 06 59 40 89 20. واللي دخل جوجل راه تيلقى لو نيميرو وكاع اسميتهم، تيلقى كاع داكشي اللي خاصو يعرف تيلقاه في الصفحه ديالنا. مرحبا. الناس على المبيت هنا كاين اللي تيسولوا، كاين دي زابارتومون، كاين تعرفوا اماكن شقاقيه معروفين، حيت حنا هنا منطقه صغيره وكل يعني واحد تنعرفوا. شقه مثلا تواصل معاك؟ توصل معايا، تنوريهم الناس اللي عندهم شقق مزيانين وبثمنه مناسبه. ومرحبا بهم، مرحبا بكم، الله يحفظك. كنت كيبيعوا شيء هذا المعمول.
الاخوان اللي وصل معنا حتى لهذه اللقطه نعرفوه راه من المتتبعين ديال بني ملال بعيون الجاليه المغربيه. ومن هنا نشوف لكم موعد اخر ان شاء الله، يعني في بلاصه اخرى جميله اللي تستحق الزياره. وشكرا.